ورحمة الله وبركاته. تقول ايه النهاردة لأنس وإسلام؟ النهاردة فرحة جامدة والله. مليون مبروك وربنا يكرمنا على خير يا رب، وشوفوا كده أحسن الناس وربنا يرزقه بالذرية الصالحة، وإحنا جايين نفرح له. أكيد طبعا. طبعا إخواتي. بتغني له النهاردة ولا جاي تفرح؟ ولا أيوة بقى يا أورتيجا يا حلام. إيه؟ كل الدنيا بتسأل إيه أوكي أورتيجا صابوا بعض. ربنا بقى هي تبقى مراحل يعني. أكيد. ايه اللي انت ناوي تجهزه بقى الفترة اللي جاية بعد ما سبتك؟ والله العظيم الواحد مجهز حاجات كتير وان شاء الله تعجب الناس يعني، بس هي ايه واحدة واحدة كده بس. تمام. لسه في كلام طبعا واصحاب زي ما انتوا وموضوع شغل بس. طبعا لكن شغلي ما ماليش شغل دلوقتي. تمام. اختار انه يمضي مع وليد منصور ليه انت بقى ما مضيتش بقى؟ والله ما اعرف حاجة، انا يعني انا بطلت ان انا اخش مع شركات والجو ده خلاص يعني. انا اشتغل لوحدك طول الوقت. هو لوحدي احسن يعني، الواحد مرتاح. الدويتو الاخير عامل قلقه جامد قوي. قلبي ربنا يخليك. الحمد لله حبيبي ربنا. انت عايز تقولي بقى يعني ناس كده هتسالك سؤال براحتي ولا هتزعل؟ لا قول. ناس قالوا شويه موضوع ان مي ومدام عندك اختلفوا. الناس مش فاهمه، مفيش الكلام ده طبعا. يعني شغل انا هوكا من زمان ممنوع حد يتدخل فيه. هي بس الناس اللي تعرف الاشاعات بقى والحاجات الجميله بيحبوا يسخنوا الدنيا. قال لي انت عارف الهري بقى كتير. مفيش طبعا الكلام ده. هو انا هوكا اللي خدنا القرار مش حد تاني. اكتر حاجه امتى خدتوه وكان ايه السبب الحقيقي بقى؟ لازم نقول للناس دلوقتي السبب. والله بقى كانت كورونا وحاجات كتير ومشاكل في الشغل وقاعده في البيت وكل الكابت دخل في كله. فقلنا بقى ايه كفايه كده بقى. انت ناوي على ايه الفترة اللي جاية؟ ناوي على كل خير. انا بشتغل وبجتهد وزي ما انا مكمل ان شاء الله، زي ما بديت من 14 سنة زي ما انا مكمل ان شاء الله وعلى طول باذن الله. الناس كانت دايما تقول احنا عايزين اوكا واورتيجا. دلوقتي بتقول عايزين اورتيجا لوحده واوكا لوحده. يعني هي برضه يعني هي الناس برضه مش واخدة على الموضوع قوي. شوية لسه. بس مع الوقت هي ده الموضوع مش بتاخدوا على الموضوع يا جماعة. اهو اورتيجا اوكا كل واحد لوحده وزي ما تكسروا الدنيا برضه. وانا بتمنى له كل التوفيق فيه والله حبيب قلبي. في سينما او حاجه جايه قريب ان شاء الله؟ الدويتو الجديد مع مين؟ لا ما يعني مش مفيش دويتو الفتره الجايه. يعني كلام فجاه راجل. ايوه بقى حبيبي افتيجا. ايوه ربنا يخليك.